بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، شفيع ذنوبنا المسمى في السماء بأحمد، في الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتنا وأخواتنا في الله، يا عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين والمطاردين والمعذبين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا إذ نقدم ترحيبنا الحار بالسادة الحضور في هذا الحشد الثوري، وكلنا أمل أن يمن البار القادر المتعالي على المستضعفين الأحرار الثوار بالنصر المبين في القريب العاجل، وأن يكلل جميع الجهود المبذولة والتضحيات الجسام بانهيار أركان الظلم والجور وإقامة العدل والقسط، كما نعلن أمام هذا الحشد الجماهيري الذي يقف الآن هذه الوقفة الاعتصامية عن تضامننا الملحمي المصيري مع العلامة المجاهد الشيخ نمر باقر آل نمر، ووقوفنا إلى جانبه في الدفاع عن حقوق أبناء القطيف والإحساء المهدورة. ختاما ندعو جماهير شعبنا البحراني للمشاركة الواسعة والحاشدة في الفعاليات التضامنية مع العلامة المجاهد الشيخ النمر، كما أننا ندين بشدة كل الممارسات العنيفة واللا إنسانية لنظام آل سعود في مصادرة حقوق أهلنا في المنطقة الشرقية، ونحذر آل سعود من إصدار أي حكم يمس حياة هذا العالم المجاهد، وأن يتدارك الأمور قبل فواتها، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير 24 أغسطس آب 2014، البحرين المحتلة.